على السلامه ولدي. الله يسلمك ماما. ايوا اش درتو في المدرسه؟ والو هذاك الاستاذ تاع الاجتماعيات وتيبرك عندنا هي بالكتبه، واش عرفتي ديك تنحس بهم؟ ايوا صبر ما عندك ما دير بزاف ماما، ما تيشرح ما والو، من تندخلو هو تقول عندنا حنا ماكينات في جينا. راه كاينه ولد هذوك الاساتذه اللي تيبقاو يكتبوا وما تيشرحوش للدراري، ولكن خلي كل واحد منه الله. ما تضربوا شي واحد كاع، وقولي الوالده. نقول لك نعاودك واحد النكته دابا. واش انت كنتي تقرا ولا داير الحلقه؟ كنت نقرا. علاش؟ ايوا ما بانت لي انا القرايه. دابا حنا نقراو في المدرسه ونقراو دابا الدار، بغينا نهرس الروتين زعما. يلا قول هاد النكته هادي. يلا سمعي سمعي راني تنسمع. دابا ماما البوليس باغي يدوز واحد الامتحان ديال احسن شرطه علميه في العالم، وجابوا الشرطه العلميه ديال المانيا ديال الانجليز ديال فرنسا وديال الامريكان وحتى تاع المغرب. يوم النكته في المغرب يكمل. دابا تتسائلي كيفاش غادي يدوز لهم هاد الامتحان؟ كيفاش؟ غادي يطلقوا لهم واحد المعزه فواحد الغابه العامله لا، وغادي يشرطوا عليهم اولا بريكاد لقات هذيك المعزه، ولكن فواحد الظرف ديال 30 دقيقه هي اللي غادي تكون احسن شرطه علميه في العالم. زيد يا ويا تدخل الامريكان تبعتها الانجليز تبعتها فرنسا تبعتها الالمان وما يتبعهم المغاربه، ويا تبدا الامريكان ما تلقات يدك البحث ديالها والرادارات، ها هي دازت من هنا، ها هي دارت على الشجره، ها هي فين عفطات، ها فين حسقات. ايا على المعزه تتحسق؟ ايا ماما الحيوانات تيحسقوا، والمهم ما عليناش. وهي تبدا تقول داروا التحليل دخل اللابوراتوار، هيا فين هنايا؟ يا وهي تكمل هذيك 30 دقيقة ويقول لهم أمضى راه قالوا لهم كلشي الألمان الإنجليز الأمريكان فرنسا نفس الحاجة، قال لهم تي راكينا في البلاصة الفلان الفلانية، ضربوا هذاك الشي طابة وهذاك الشي البيسي ديالهم ويطلع لهم بلي كاين. يوم يقولوا فيها هما المغاربة، هياك ما تلطوا في هاد الغابة الكبيرة ولا شي حاجة، نشوفوا فين كاين. يا عرفتي اش لقاو تيديروا المغاربة؟ اش تيديروا؟ ولقاوهم قالوا تنتبوا رابطينهم من يدي ورجلي وتيقولوا لي قول لأمك فين مشات المعزة، قول لأمك فين مشات المعزة. اش بان لك الوالدة؟ دابا هادي القرايه اللي جاي معاود ليا دوي ها؟ علاش ما عجبتكش النكته؟ دابا هادي نكته. لا مالها كي جات؟ اجي قول لي ماما جي راجعي معايا، اش قريتو بعدا اليوم؟ قرينا الواعي. شنو هو الواعي؟ وانت ما عرفتي حتى الواعي وبغيتي تراجعي معانا، ودوينا شويه على داك ميخائيل نعيمه. ميخائيل نعيمه؟ شنو هي هادي؟ مادة ولا اش؟ لا ماشي مادة، هذا ضامت البنا. ايا يتفق على امك خليها ترتاح. الحاج خلي الولد يستافد. انت اش تنستافد معاك الواليد راهي مدوزين الوقت. ياك ود حرام انا اللي حمارة دايره فيك عقلي. هاك والله الله الوالده صافي انا مشيت. رجع لبلاصتك. صافي انا الوالد باك انت داصه. لا لا ضحكت معاهم صافي. واش انت عندك شي حفاضه ولا مقابل هلال؟ اه عندي لونغلي تراجع معايا. دوز اخو نشوف هاد الحفاضه هادي دوز راجع معاك. يلا يا الاولى الوالد انا مشيت. زيد اوليدي زيد قال لك لونغلي زيد شاولي جالك اللي خرج لونغلي. اه كنت انا وياه صحاب ما تنتفارقوش. الوالد وهذا اللي خرج لونغلي قول لينا سميتو ولا تسولنا عليه الاستاذ اللي تنكون عارفه سميتو؟ واتنسات عليا سميتو تنهضر لك انا على واحد الوقت فينا في الربعينات لما الثلاثينات. على انت انت تزاتيتي؟ انا تزات ولدي في 1969. واش كنتي تدير في الثلاثينات والربعينات؟ على انا قلت لك 30 و40. لا انا اللي قلتها. زيد راه لونجلي وبركه من الله دور انت هادشي اللي فيك تبر بلي بزاف انت بغيتي تسكت. هاك هاك الوالد هاك قدينا غلط. انا وليدي جري قلت لك دابا هادشي. ابابا نعم؟ قدر لا قلب الدفتر. وعليا تنقول شي حاجه باش لي هذيك فداك الدفتر عندك الحق. باينه ما كيف يخرجوا التمارين. لا شوف عطيني واحد شويه الوقت انا غنتكلف بهذا الشيء تما. وعلى لونجلي حنا راه تنطيرو فيها. هي هاد لونجلي عندكم تبدلات. سبحان الله مبدل الاحوال راه كلشي تيتبدل. حتى انا براسي غادي نتبدلو اخر مره غادي نجي نقول لك راجع معايا لونجلي. ماشي بحال هذيك ديال 30 و40 هذا كاين الفرق ولكن ما تخافش على باباك. عاوتاني 30 و40 ودوي وانتم دابا مع هذا هنضرب باقي ما جابش الله فين وصلتي؟ لا باقي باقي تنفكر باقي عرفتي شتي دابا الوالد يعطينا داك الدفتر اصلا ما عندناش تمارين غدا حتى السيمانه الجايه تاجي كاع على خاطرك وقاد امي هاك هاك عرفتي اش دير انا راه لقيتيني دابا بنمشي نقضي واحد غير واحد السيتي تسناني ونرجع نكمل لك لا عرفتو هو عندي في دماغي نجي نكتبو لك سيبلاس يلاه هاكا ولدي تسناني دابا انت الوالد كون قريتي لونجلي في 30 و40 تكون انا دابا صاحب بيض شاد الدفتر من القلوب قال لك بغيت نجاوب على السؤال باش نشوف لي خلاص تقرا هكا انا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والوالد ما راجع معنا لونجلي الوالده عاودنا لها النكته قالت لك حامضه ايوا اش بغينا نديرو حنا دابا اش بغينا نديرو على الملا ماشي فين هي بعدا نسري ما كايناش بلاصتها لا هاتي نفكر شي حاجه نديرها لنسري شحال هاتي ما ضحكت معاها اش بان لكم اخوتي ندير لها شي مقلي بغيتو ياه يلاه تسنى تفرج ليا في المقلي اللي غادي ندير نسري يلاه معايا
فهمتي نسرين شي صوت كيتخرشش وسط الماريو ياك ماشي واحد تما تخلعت وما جانيش الناس سيري بنتي قراي القران ونعسي سيري وسيري ديري هادشي اللي قالت لك ماماك سيري وغادي ترتاحي بنتي قولي عادو بلا مشيت الراجل واخا واخا صافي ماما بابا واخا قريت القران باقي تتسمع هذاك الصوت والله الله يمشي معايا واحد فيكم انا عشان تما منهاش سير مع الحال شوف اش واقع واخا المراه انا غادي نمشي معاها يلا زيدي بنتي قدامي زيدي نشوف هادشي اللي تخرج ليك يلا هو غيمشي معاك باباك راه شي حاجه تتخيل لك بنيتي اولا قتل بواد وياك انت ماما اصلا باغا يموت كنت باغا يموت ولكن ماشي بهذه الطريقه اولا ماما علاه انت كنتي باغا بابا يموت راه تلفني يا بنتي زيد شوف باك واش مات نشوف واش حي بغيتي يقتلني قلت لك شوف واخا واخا بابا بابا فيق اش رمك باغي تقتلني وتهنى مني انا عرفت الله الوالده كتبتي لي سرين انت اللي حليتي جدك تحل اليوم غنقص امك تخرج روحك بغيتي تقتلني الوالد اليوم خوتي لا مت المسامحه اليوم يشهدوا لك المتابعين